نحب نثمن الجهد العالي الذي قام به زميلي في حكومة سي عماد الحمد. نعم. الحمد. وأعتقد أنه أي سي عمادي. وسيد وزير التكوين. وهو بذل جهد شاق. وتعرف هو لا يحاور فقط أهل الكامور. نعم. يعني هناك تداخلات وتجاذبات وانتم عالميين وتعرفوا هذا الشيء. أيه وفيها مسيسة معناه صحيح. ملف مسيس من تداخل. وما قاله سيد عماد الحمامي هو ما تقوله الحكومة لا غير لا أكثر لا أقل. يعني احنا التطوير يعني ما هوش الاعتصام الكامور الذي سيحدد نوعية ما يمكن أن نقدمه لهذه الجهة المحرومة مدة 50 و60 سنة. والحكومة عندما ذهبت ليس عالق في ذهنها اعتصام الكامور، ومش مش تعمل البارامتر نتاعها على الاعتصامات، تعمل البارامتر نتاعها على الحاجية الجهة، واحد، واثنين على إمكانية الدولة. وهذا البارامتر لازم الشعب يتمثلها ومنسفهم. مبدأ معناها التفاوض، تعرف الحكومة الكل احنا كأسنا المجتمع نتعامل، ونعتقد زميله قائم دوره، ونعتقد لسيد رئيس الحكومة معناها باب وقال باب الحوار مثلا مفتوح، وسنواصل الحوار مع أبنائنا ومع إخوتنا، ونعتقد الدين الوطنية والجانب الوطني هو الغالب عند الناس الكل يعني من الجهتين. Exactement.